كان في حريق بيتبلغ فوج الاطفاء انه في حريق، بيجوا العناصر كرمال يطفوا عنا 10 عناصر وبعدين اختفوا مش عم نعرف وين اني، مشان هيك انا جاي افتش عليهم. بعد الحريق طلع انفجار، هن راحوا بالانفجار الاول؟ لا، الانفجار اللي تلي الحريق. اوكي، يعني الانفجار الاول كان ناتج عن الحريق؟ ما بنعرف، كان في حريق اجوا تيطفوه بعدين طلع الانفجار اختفوا العناصر، نحن عم نفتش عليهم. عناصر البلديه؟ عناصر فوج الاطفاء تبع بلديه بيروت. طيب سعاده المحافظ، يعني مشهد مهيب فعلا، دمار لم تشهده العاصمه بيروت، عم بذكرنا بايام الاحتلال. انه يشبه ما حصل باليابان بهيروشيما وناكازاكي، هيك هذا يذكرني. ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة. هيدي نكبة وطنية، هيدي يعني مصيبة على لبنان، يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منها، ما بنعرف بهالأيام نحن كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارثة هيدي. يعني بدنا نضل قوية، بدنا نضل نتمالك حالنا، نمتلك الشجاعة، بس كتير هالقد كتير فرد مرة على شعب. سعادة المحافظ، مين بتناشد؟ نحن يعني انتو بطبيعة الحال بحاجة لأي مساعدة الآن. بناشد الشعب اللبناني انه يتماسك، نحن أقوياء وبدنا نضل أقوياء. شو المعلومات الأولية؟ ما في عندي معلومات، عندي هالمصيبة اللي بوجهي.